السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا فاطمة حسين ودي قناتي تاتو كيك، والنهاردة هنعمل مع بعض اول خطوة من تزيين الكيك وهي سبونج كيك. السبونج كيك هو اساس الكيك، لازم يكون طري ويكون كمان هش والفليفر بتاعه حلو علشان المنتج النهائي في الاخر تكون كيكة مميزة. النهاردة هنقدم مع بعض السبونج كيك بطريقة جديدة. هو الميكس العادي اللي هو السبونج اللي بنجيبه من عند العطار او من عند المستلزمات الحلواني، لكن هنضيف له اضافات جديدة هتغير طعمه وتخليه افضل من العادي. انا بدأت هنا بست بيضات بدرجة حرارة الغرفة مش من التلاجة، ضربتهم ضرب خفيف مع بعض لحد لما امتزجوا، وبعدين هبدأ اضيف الاضافات اللي انا اضفتها الجديدة. اول حاجة هحط معلقة لبن بودر، وطبعا كل ما يكون النوع جيد كل ما هيبقى الطعم احلى. كمان هحط معلقة كريمة خام او كريم شانتيه، حتى لو عليه سكر مش مشكلة. هحط معلقة محسن، وهحط كمان معلقة من الباستر كريم اللي هو الباودر. كل الحاجات دي موجودة عند مستلزمات الحلواني، ودول نص كيلو من الميكس بتاع السبونج برضو موجود عند مستلزمات الحلواني. كل دوت هقلبه مع بعضه مع نص كوباية مية، وهنبدأ ناخد بالنا من الخليط بيتغير اللون بتاعه، بيبدأ يفتح، بيبدأ يتماسك اكتر. ده بعد 5 دقايق من الضرب المتواصل. انا مش هقفل خالص المضرب طوال 15 دقيقة اللي انا هستخدمهم طول فترة ضرب الميكس. انا هنا بعد 10 دقايق ضفت معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من النسكافيه، ممكن تحطوا اي نوع من الميكسات اللي موجود في السوق، بيدي الطعم اللي انت بتحطيه. حطيتي نسكافيه بلاك او سادة هيدي سادة، حطيتي بالبندق هيدي بالبندق، حطيتي بالكراميل هيدي الطعم اللي انت هتحطيه. وبعد كده ضفت ربع كوباية من الزيت، ممكن تبقى زيت على زبدة برضو، انا بستخدمه في الوايت كيك، بتبقى تحفة جدا، الطعم بيبقى رهيب، وكمان بيخليه ناعم جدا وطري، ما بيحتاجش ان انا اسقيه كتير. ودي خطوة تانية مهمة جدا برضو في صناعة الكيك. انا هنا هفضل استمر في الضرب لحد 15 دقيقة. في الفترة دي هبدأ اسخن الفرن بتاعي، انا ما سخنتوش من الاول لانه هو مش محتاج الفترة الطويلة دي عشان يسخن. لو الفرن بتاعك بياخد وقت طويل يفضل ان انت تبدأي قبل كده. انا عندي هنا الصواني اللي هي اسمها حلة الكيك، الحلة بتاعت الكيك دي متوفرة وموجودة دلوقتي في الاسواق بتاعتنا. انا عندي هنا اللي هي 6 انش او اللي هي 16 سنتي. هبدأ اغلفها او ابطنها بالورق الزبدة، دي ورقة زبدة. انا ببدأ اقيس على المحيط بتاع الدايرة بتاعت الصينية، خلاص حددت المحيط بتاعها او الدائرة بتاعتي قد ايه، ببدأ اقص مربع على قدها بالظبط او اكبر منها حاجة بسيطة. وبعدين هبدأ اعمل بقى اطويها مثلثات، هفضل يعني اطوي كده مثلث، وادي كده مثلث تاني، كل مثلث هقسمه نصين، كل مثلث هقسمه نصين، لحد لما يعني خلاص تبقى هي كده وصلت تقريبا 3 مرات. انا كده زبطتها، المهم ان انا المثلث يكون مظبوط وحد جدا على بعض. لما اجي هقص بالمقص، هحدد السنتر بوينت بتاعتي او نقطة السنتر بالظبط في الصينية، وبعد كده هقص. لما اجي اقص ما بعيدش كتير عن الصينية لما اجي اقص، علشان انا مش عايزة الحروف تبقى فيها الشرشرة اللي كانت باينة ديت اللي انا وضحتها في الفيديو. فهفضل اقص لحد لما اظبطها بحيث ان هي تتحط تاخد البيز بس، مش عايزة اكتر من كده، مش عايزها تطلع للجناب. كل ما تكون البيز بس كل ما يكون افضل، لانه بيفرق في نتيجة النتيجة النهائية لشكل الكيك. انا هنا هبدأ ادهن البيز برضو، بس مش هدهن الجناب بالزيت، على قد ما اقدر برضو، مش هكتر، لان مش يعني هو بس علشان الورقة متلزقش في الصينية. انا هنا بضغط جامد على الفرشة السيليكون علشان اطلع الهواء، مش عايزة اي خطوط هواء على قد ما اقدر، اكيد هيبقى فيه بس على قد ما اقدر، مش عايزة اي خطوط هواء. البابلز دي بتطلع في الشكل النهائي للكيك، وبتبقى هتشوفوه حتى كمان كان في خط كده باين، انا ما قدرتش اطلع الهواء بتاعه.
فعلى قد ما نقدر ان احنا نخرج الهواء ده. انا هنا بوريكم الطريقة على الصينية التانية او حلة الكيك التانية، وهي موجودة ومتوفرة. يعني هي الاول ما كانتش بكترة، لكن دلوقتي هي موجودة بشكل كبير، يعني سهل ان احنا نلاقيها. حتى الناس اللي بتنزل العتبة او بتنزل جامع البنات او الاماكن اللي هي معروفة بالمستلزمات او الحاجات بتاعت البيت، يعني برضو هدهنها بالزيت. ومش هدهن الجناب، انا عايزة الجناب الكيك يلزق فيها، مش مشكلة، لان انا عايزاه ياخد شكل البان بالظبط. بقسم الخليط على الصينيتين، انا هنا النص كيلو على الصينيتين، تمام جدا، وهتبقى مرتفعة لحد الاخر. لو انا عايزة الميكسر او الخليط بتاعي يكون في صينية كبيرة، هحطه في صينية مقاس 20، القطر بتاعها 20. طيب، من ضمن الحاجات برضو لما اجي امسح الخليط، خلاص انا خلصت وباخد اخر حبة، مش بمسحه على الحرف بتاع الصينية، علشان انا مش عايزة احروق اي جنب من جناب الصينية، فلازم الجناب بتاع الصينية تكون نظيفة تماما. هخبط خبطتين كده على الترابيزة، وبعد كده هدخلها الفرن. انا هنا قعدت في الفرن، خلاص فرن متوسط الحرارة لمدة 40 دقيقة. اختبرتها بالخلة الطويلة بتاعت الشيش طاووق، طلعت تمام، ما فيهاش اي حاجة. وما تقلقيش، هي مش هتهبط ولا اي حاجة، لان محسن الكيك الجيل بيحافظ على القوام بتاع الكيك، وكل الناس اللي بيبقوا محترفين في الكيك بيستخدموا المحسن الجيل، وهو امن تماما، ما فيهوش اي مشكلة، ومصرح بيه من وزارة الصحة، وخصوصا لما تشتري من مكان انت واثقة فيه. انا هنا طلعتها من مطلعتهاش من الفرن، سبتها شويه في الفرن لحد ما هديت جوه الفرن، يعني طفيت الفرن وسبتها جوه الفرن وسبتها تهدى. طلعتها بعد كده حطيتها، غطيتها وادخلها التلاجة. باتت في التلاجة لتاني يوم، طلعت هبدا اطلعها من الصينيه. بستخدم سباتيولا رفيعه جدا، ان انا افضل لازقه في الحروف، يعني كل ما اجي ناحيه الحرف كل ما يكون افضل، ما المسش الكيك، المس حرف الصينيه، بلاش يعني اجي على الكيك تماما، وبالراحه جدا، علشان اي قطع في الكيك هيضايقني وانا بقطعها لطبقات. هلف الصينيه وخلاص، انا كل الحروف اتاكدت ان هي بقت تمام، خرجت بره الصينيه. وهشيل الورقه بتاعه الزبده من على الكيك، وهي كده تمام وجاهزه. شايفين بقى ما شاء الله ارتفاعها عالي ازاي، ودوت بيكون بسبب ارتفاع الصينيه نفسها. السكينه اللي بقطع بيها هي سكينه مشرشره. انا هنا استخدمت الكيك بورد، الكيك بورد بيسهل جدا القطع يا جماعه، وبيسهل الشغل في الكيك، فهو مش غالي وهو حاجه جميله، يعني بيسهل جدا. على قد ما اقدر ان انا احاول اساوي الارتفاع بتاع الطبقه، يكونوا كلهم الطبقات قد بعض، ولو عندك منشار طبعا بتاع الكيك يكون افضل، بس انا بحاول استخدم الامكانيات المتاحه في البيوت كلها، وابعد عن اي ادوات تكون صعبه علينا. يعني يا رب يكون الفيديو عجبكم، من فضلكم اعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي كومنت على الفيديو من تحت، واي سؤال عايزين تسالوه عن الكيك او الفيديو النهارده ممكن تسالوني برضو، وتقولوا لي رايكم اذا كان مفيد او لا. واوعدكم ان انتوا لو جربتوا الاضافات اللي انا حطيتها النهارده على الكيك، هتغيروا طعم الكيك تماما، وهيبقى طعم مختلف، وزي افضل كيكه ممكن تشتروها من محلات بره. اوعدكم ان شاء الله نكمل مع بعض سلسله فيديوهات هتعجبكم، فيها تزيين الكيكس اللي انتوا هتشوفوا اشكالها دلوقتي، او اشكال تانية مختلفة، وكلها اشكال جديدة ما هياش مكررة ومش موجودة، وزي المحترفين بالظبط. وتابعوني وهتلاقوا كل جديد ان شاء الله. انا في انتظار اللايكس والكومنتس بتاعتكم، وما تنسوش كمان تعملوا لي سبسكرايب علشان، او اشتراك علشان تتابعوا معايا كل جديد،
ويا رب الفيديو يكون مفيد ويكون للمبتدئين حاجة جديدة محدش قالها لهم قبل كده. شكرا، مع السلامة.